الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانا، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان، نبي خلقه أحمد، خليل نبي اسمه أحمد، خليل خلقه أسعد من الخلاق برهان. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، من عزاء والدنا العزيز الحاج هيكل سعدون رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نستهل ليلتنا هذه بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا علم قرآني، علم إذاعي، تغنم ورتل القرآن ترتيلا. إنه فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، فليتفضل فضيلته مشكورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له بفتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السماء
السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين.
والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Oh!
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم كره فقد مس القوم كره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله مؤمنين.
وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا
رسول قد خلت من قبل ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت قبله رسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.
كتابا مؤجلا ومن يرد دواب الدنيا نؤته منها ومن يرد دواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن والمقيم بأبو حماد بمحافظة الشرقية. وكانت استهلالا عبر أسير موجات الإذاعة بصحبة الحاج سيد أمين ميت حبيب بالبي الشرقية.
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. الأستاذ محمد غمري يتحدث.